مخالفات نهاية العام. لا تشرع التهنئة بالعام الجديد لعدم ورود ذلك عن السلف، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، فإن هنأك أحد فأجبه. ينتشر كثيرا أن صحائف الأعمال تطوى نهاية العام، والصواب أنها تطوى بموت الإنسان وتعرض يوم القيامة. قال الله تعالى: وإذا الصحف نشرت. ما يقال إن الأعمال ترفع في نهاية العام مخالف لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. في شهر شعبان ترفع فيه الأعمال إلى الله، الرفع الحولي. أما العرض الأسبوعي للأعمال ففي يومي الاثنين والخميس، فيغفر إلا للمتخاصمين. وأما الرفع اليومي ففي صلاتي الفجر والمغرب. لا يجوز الاحتفال بما يسمى رأس السنة الهجرية أو ذكرى الهجرة النبوية، فذلك بدعة. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ما ينتشر من رسائل العفو والصفح لا ينبغي قصرها على نهاية العام، بل المشروع طلب العفو دائما. قال الله تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ما يقال إن صحائف الأعمال تعرض في محرم يجاب عليه بأن التاريخ الهجري لم يتخذ إلا في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سنة 17 للهجرة، مما يدل على أن الإنسان ليس له إلا صحيفة واحدة، حديث: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، رواه ابن ماجه بسند صحيح. ينبغي الالتزام بالتقويم الهجري لما فيه من مصالح شرعية كالصيام والحج والالتزام برؤية الهلال. مما يجهله بعض الناس أن بعض أسماء الشهور في التاريخ الميلادي ترمز إلى أسماء آلهة، فمثلا يناير تعريب ليانيوس حارس السماء. علينا أن نحمد الله عز وجل أن بارك ومد في أعمارنا. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله، فإياك أن تسيء عملك فتقع في البدع. علينا أن نعتبر بسرعة مرور الليالي والأيام وتصرم الشهور والأعوام. قال الله عز وجل: